السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. مرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان المطبخ الأكلات البورسعيدية. تعد الأكلات البحرية هي أساس المطبخ البورسعيدي، ذلك نظرا لطبيعة المدينة الساحلية. واليوم نقدم لكم أشهر الأكلات البورسعيدية. من أكلات المدينة البورسعيدية المميزة جدا هي سمك الصيادية، وأيضا سمك السنجاري، وكفتة الجمبري، والملوخية أيضا بالجمبري. توجد أيضا شوربة مشهورة جدا عند أهل بورسعيد، وهي شوربة البطارخ. ولا ننسى أيضا حواوشي البورسعيدي والمحوجة البورسعيدي، أيضا البط البورسعيدي. يوجد أيضا البطاطس بالسلق، بطاطس بالسلق من الأكلات الجميلة البورسعيدية. وبالنسبة للفطائر، فمن أشهر الفطائر البورسعيدية فطائر المنجأونة. هكذا انتهت حلقة اليوم، حلقة بسيطة تتحدث عن أكلات بسيطة ولكن أكلات شيقة ولذيذة جدا. عافانا الله وعافاكم.